حضراتكم للمنتخب الأولمبي، لأن النهاردة هيبدأ منافسياته طبعا ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة. المباراة هتكون الأولى أمام النايجر على ملعب ساد طنجة الكبير، طبعا ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية. والبطولة دي زي ما احنا كلنا عارفين هي مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس إن شاء الله 2024. طيب البطولة دي بتقام أو طبعا بتقام كل 4 سنين، بمثابة هنا تصفيات مؤهلة للألعاب الأولمبية، فهي بطولة مهمة جدا، بطولة كل الأنظار بتكون عليها، وبطولة بتكون كمان حلوة للعيبة إن هم يسلطوا الضوء على إمكانياتهم. كل لاعب منهم مفروض إن هو يركز، أنا موجود، أنا فرصتي إن أنا أثبت وجودي دلوقتي عشان مستقبل أفضل. فهي دي بطولة بتكون في غاية الأهمية طبعا على جميع الأصعدة. أقيمت لو هنرجع شوية كده بالتاريخ، أول نسخة للبطولة دي كانت في المغرب في 26 نوفمبر كانت عام 2011، وقرر وقتها الاتحاد الإفريقي يعني في 6 أغسطس 2015 تغيير بقى مسمى البطولة عشان تصبح كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة لكرة القدم، حل أو بدل اسمها القديم هو بطولة إفريقيا تحت 23 سنة. يعني على كل حال بالتوفيق، احنا عندنا أمل كبير جدا في منتخبنا الأولمبي. الناس يمكن كجماهير مصرية غير راضية كريمة عن طبعا الأداء أو الوضع اللي كان فيه أو ما قدم من المنتخب الأولمبي حتى هذه اللحظة، لكن احنا مش هنتبع سياسة الإحباط. يعني مش تطلع تقول هو أنتوا بتعملوا لنا إيه، هو أنتوا حققتوا إيه، ده أنتوا شوفوا الموسم اللي فات عملتوا، ده أنتوا شوفوا البطولة اللي فات عملتوا إيه. الكلام ده كله كلام محبط بشكل كبير، وما ينفعش يكون عندنا كجماهير مصرية، دي مش لغتنا، احنا ما بنهدمش بعض بهذا الشكل. فلازم يكون عندنا ثقة، حتى لو أخفقوا فيما سبق لازم ندي ثقة في اللي جاي. لعيبة جميلة ولعيبة محترمة ولعيبة واعدة، وإن شاء الله يقدموا شيء مختلف يعني في هذه البطولة نتمنى، وواثقين بإذن الله، لأن المفروض ده هو ده الشيء الطبيعي اللي لازم يحصل يعني أنا أعتقد يعني.